والآن مع كلمة المهندس سيف الوزير رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب. السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد محمد عبد القادر نائب محافظة الأقصر، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في واحد من المشروعات الرياضية الاجتماعية الثقافية الكبرى في بقعة من أغلى بقاع مصر. أهلا بكم في نادي الأهلي الأقصر. إنه ليسعدني ويشرفني أن أكون بين حضراتكم اليوم في افتتاح هذا الصرح الكبير. من أرض الحضارة نتطلع للمستقبل، نبني ونعمر ونطور لصالح مصر الغالية. من الأقصر بلد الحضارة العريقة التي أبهرت العالم كله لتحكي التاريخ بأروع الحكايات، واليوم يطل علينا نادي التاريخ من بوابة التاريخ، حيث يبرهن النادي الأهلي دوماً أنه مؤسسة وطنية كبرى قدمت مواهب عظيمة وأمدت المنتخبات الوطنية بنجوم كبار في كافة الألعاب ورفع علم مصر في المحافل الدولية. ومن أرض الطيبة والكرم والأخلاق مدينة طيبة تحكي لنا اليوم نتيجة التعاون والشراكة المثمرة بين شركة استادات والنادي الأهلي، وهي قصة نادي الأهلي الأقصر. أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا الحدث الكبير، إنه تعاون مثمر بين جهات الدولة المختلفة، وهدفنا في النهاية إسعاد المواطن العزيز من أهلنا الكرام في الأقصر خصوصا وجميع محافظات مصر عموما. وسوف تستمر شركة استادات بدعم اتجاه الدولة لخدمة ملايين المصريين ونشر الوعي الرياضي في المجتمع وخصوصا بين الشباب، من خلال خلق فرص استثمارية ضخمة وتطوير المنشآت الرياضية بالمناطق الواعدة في المحافظات والقرى. نتمنى للنادي الأهلي مزيدا من النجاح والتطوير، وللأقصر بلدنا كل المحبة والتقدير، ونحن افتتاح مشاريع أخرى قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.